ونتابع معكم الآن آخر أخبار الطقس. وقفة أخيرة مع زميل رجاء رمزي. رجاء. شكرا محمد. شكرا ليلى. إذا مشاهدينا توقعات خبراء الطقس نتابعها في هذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا جنوب صيداء جنوب البلاد. حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى فيها 36، الصغرى فيها 25 جو حار، الإسكندرية 32، 24 مطروح 28، 22 بورسعيد 34، 24 أما محافظة الإسماعيلية العظمى فيها 37 والصغرى فيها 24. محافظة السويس العظمى فيها 36، الصغرى فيها 23، العريش 35، 24 طابخ 36، 24 شرم الشيخ 39، 29 أما الغردقة 39، 29. محافظة الأقصر العظمى فيها 43، الصغرى فيها 28، أسوان 43، 29، الوادي الجديد 42، 24، الشلاتين 38، 27 أما محافظة حلايب العظمى فيها 35 والصغرى فيها 28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع.